مزيد من المتابعة ينضم إلينا من نيويورك السيد أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك ومرحبا معنا أستاذ أحمد. يتصدر الحديث عن التواجد الأمريكي المكثف في منطقة الشرق الأوسط مع وصول حاملة الطائرات USS أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط، هل من تصعيد إقليمي مرتقب من نوع آخر؟ مساء الخير، التحية والتقدير. طبعا عشان تصل حاملة الطائرات هي رقم 3 وهي الأحدث وتحمل أسطول من الطائرات، أحدث الطائرات الأمريكية المقاتلة F-22 وهكذا. السؤال كله أن في بداية العمليات 7 أكتوبر أمريكا بدأت تدعم إسرائيل دعم لوجستي وعسكري ومالي وسياسي غير مسبوق، ومن ثم كمان كانت زيارة سريعة جدا للرئيس بايدن ليؤكد من وجوده في تل أبيب أنه يدعم إسرائيل. هذه المرة بعد مقتل رئيس الجناح السياسي لحركة حماس الراحل إسماعيل هنية توترت المنطقة، لأن قبلها 24 ساعة قتل أيضا قائد عسكري كبير في لبنان. ومن ثم كان في توقع من الجانب الإسرائيلي وأمريكي أن تكون إيران تقوم برد فعل ورد فعل قوي. للأسف الشديد هذه الحشود تؤكد أنها تضع يعني عقبة كبيرة جدا أمام طريقة تفكير إيران، وفي نفس الوقت بتؤكد كمان دعم مستمر غير مسبوق وسوف يستمر إلى إسرائيل، سواء نجح الديمقراطيين في استمرارهم في البيت الأبيض أو نجح ترامب أن يعود أيضا للبيت الأبيض. كلا المرشحين يلعب على هذا الوتر، وفي نفس الوقت الابتزاز السياسي من جانب بنيامين نتنياهو ضاغط على أمريكا لدرجة أنه 9 أو 10 زيارة مكوكية لوزير الخارجية يحمل نقاط على أساس يحلوا المشكلة، لكن أعتقد أن هي متجهة من جانب إسرائيل ومن بنيامين نتنياهو أنه يستفيد من هذا الظرف، يوسع دائرة الحرب الإقليمية، ما عندوش مانع أن يشتبك مع إيران، وأعتقد أمريكا غير موافقة على هذا الكلام، لكنه في خلال الشهرين القادمين ممكن جدا تحدث مفاجآت. إرسال الحاملة الطائرات الثالثة علامة استفهام كبيرة، أن كل الأسطول اللي اتحرك ده من الكافي جدا أنه يحمي إسرائيل من أي هجوم من جانب إيران. وهنا السؤال سيد أحمد، هذا الدعم هل هو دعم منطقي؟ يعني التحرك وكثافة التواجد الأمريكي هل تتماشى مع حجم التهديد الإيراني لإسرائيل وفقا لما يعلنه الجانب الأمريكي، أم أن هناك أسباب أخرى؟ أعتقد أحد الأسباب الأخرى أن هناك في الأدراك، يعني لما يتكلم رئيس وزير الخارجية الأمريكي ويقول في المؤتمر الصحفي ان انا وعدني رئيس الوزراء الاسرائيلي ان احنا هنفرج عن الاسرى، يرجعوا اهالي الاسرى يتكلموا مع بنيامين نتنياهو يقول لهم ما حصلش الكلام ده. فيبدو نيه اسرائيل لا ينهي الحرب، لا يفرج عن الرهائن ولا الرهائن يفرقوا معاه من الاول. اعتقد ان هو بيحاول يستغل الظرف اللي من وجهه نظره ان امريكا وبايدن في عز اضعف قواهم، وان العالم مشغول كمان بحرب روسيا مع اوكرانيا، وبالتالي التوقيت ده بالنسبه له ان ينجي بنفسه ويهرب إلى الأمام. هو لم يحقق ولن يحقق انتصار في جبهة غزة، ومن ثم بيحاول يسحب بعض القوات ويتجه إلى لبنان. السيناريوهات محتملة أن جبهة لبنان هتفتح أيضا نار أيضا في منطقة الشرق الأوسط، وممكن إيران، يعني إيران حريصة جدا ألا تنجر إلى هذه الخدعة. كل ما يقوم به بنيامين نتنياهو أن يجرجر إيران إلى مرحلة تكون هي السبب في إشعال الحرب. لكن أعتقد وصول هذه الحاملة رقم 3 يبدو أن هناك في الأفق شبه اتفاق ما بين إسرائيل وأمريكا. What is next؟ إيه القادم؟ هو أن ممكن إسرائيل تقوم بضربة من زمان نفسها تلغي البرنامج النووي الإيراني، فبتحاول بشكل من الأشكال تخلق أي ذريعة. القادم الحقيقة هيكون خطير لأنه مش واضح، يعني ده زي الغاطس من المياه أو من جبل الثلج، الواضح منه قليل والذي لم يتضح منه أيضا ليس بالكثير. هل تعتقد بأن هذا التفاهم الأمريكي الإسرائيلي فيما يخص هذه النقطة له علاقة بشكل أو بآخر عن من يتحدث بأن هناك تفاهم إسرائيلي أمريكي ربما لاستبعاد الحديث عن هدنة ووقف حقيقي لإطلاق النار في قطاع غزة وتهدئة بشكل عام؟ إحنا لو رجعنا أسبوعين الحديث المطول اللي 53 دقيقة في الكونغرس الأمريكي والاستقبال الأسطوري اللي استقبل به نتنياهو والأكاذيب اللي قالها، نص كلامه بيقول نحن أمام عدو مشترك، نحن أمام إيران، فتكلم شوية على حماس وتكلم شوية على إيران، ما
مش بيتكلم على اتفاقيات ولا على سلام ولا أسرة، بيثير حفيظة الداخل الأمريكي من خلال الكونجرس إن إحنا أمام إيران وإحنا حليفكم ونحن أصدقائكم وإن عدوكم هو عدونا، ويرجع يذكرهم بسبتمبر 11. فيبدو أن هناك في الأفق شبه اتفاق أو شبه تصور على أن تكون في ضربة لإيران وإشعال المنطقة. إمتى هتكون وإزاي هتكون هو ده السؤال. لكن كان واضح جدا أن يعني الأسبوع اللي كانت أمريكا فيه من أيام الدنيا كلها وتقول لهم المباحثات وبلينكن في المنطقة وخميس وجمعة وقطر الدوحة والقاهرة مصر، وبالتالي نفاجأ بأن الحاملة وصلت للمياه الإسرائيلية. لا، يبدو أن هناك أشياء سوف تتضح في المستقبل. أليس ذلك تناقض من قبل موقف الولايات المتحدة؟ يعني عندما تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، كان التحرك الأمريكي يعني هو التحرك الرئيسي لإحداث التهدئة لتقليل عنف الرد الإيراني المرتقب، وكأنها تريد التهدئة. أليس هذا التحرك العسكري الآن من قبل الولايات المتحدة وإرسال حاملة الطائرات هذه لن يخيف ويهدد الجانب الإيراني المتواجد بالفعل في المنطقة؟ أليست كل هذه التحركات وخريطة الانتشار العسكري من قبل الولايات المتحدة ومعها إيران أن يهدد المنطقة بربما مواجهة بشكل آخر تصل للولايات المتحدة وإيران؟ الجانب الإيراني أكثر ذكاء وأكثر حصافة في اتخاذ الخطوات. طبعا مرحلة أن هو الرد بتاعه تأخر ومش عارفين هيكون إمتى وفين، ده بيشكل كمان قلق كبير جدا على جانب الإسرائيلي. اليهود أو الإسرائيليين النهاردة كلهم عايشين في الملاجئ، حتى الحكومة نفسها لما بتجتمع في الملاجئ. فهذا الرد الذي تأخر بيسبب قلق كبير لإسرائيل وللداخل الإسرائيلي كمواطنين وللجيش أيضا. ومن ثم إيران عندها حرص شديد ألا تنجر وراء ما يعني أمريكا في البداية أعتقد الأساطير اللي تحركت والقوات اللي راحت على أساس حماية لإسرائيل. كون إبراهام لينكولن اللي هي أحدث حاجة في الأسطول الأمريكي حاملة طائرات رقم 3 وتروح، هي حرب عالمية ثالثة. وبالتالي مسألة تراجع إيران، هم متأكدين أن إيران لن تبدأ بالرد لا حاليا ولا مستقبلا. إيران بتفكر بطرق أخرى للانتقام مما حدث لكن بشكل غير تقليدي. ومن ثم أعتقد أن أساطير اللي تحركت بتحاول تهيئ الظرف، لأنه إسرائيل لو قامت بعملية ضد إيران هتكون في حماية في المنطقة لإسرائيل من ردة الفعل الإيرانية. ولكن قبل وصول حاملة الطائرات هذه، ألم تكن الولايات المتحدة بتواجدها السابق قادرة على حماية إسرائيل؟ احنا بنضرب عصفورين بحجر. الهدف دلوقتي حماية إسرائيل وكف إن إيران كف إيران عن ما تريد أن تقدم عليه، وده اللي شجع بنيامين نتنياهو وعبد الجميل بيقول لك احنا قادرين على حماية أنفسنا. دلوقتي بيقول احنا نقدر نقوم بالحماية وتوجيه الضربات، يعني ندافع ونهاجم. فلغته أصبحت لغة واحد شرس مسنود بالظهر الأمريكي القوي والغربي كمان معهم بريطانيا. فنقدر نقول إيران في موقف صعب لكنها تتحرك بحكمة وتريد أن تنفذ من هذا الفك، وإذا كان الفخ قصدي، وإذا كان رد فعلها هيكون بأسلوب غير تقليدي. أشكرك شكرا جزيلا من نيويورك السيد أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.